السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا واحد العجينه ديال المملحات، اللي هي العجينه ديال المايونيز. اللي غادي نحتاجوا ليها 400 غرام ديال الفورس، معلقه كبيره ديال المايونيز، غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه كبيره ديال السنيده، وعندي هنايا 200 مليلتر ديال الماء دافي. العجينه ديال المايونيز غادي ندير بهم جوج حشوات ديال لي شوسون. الحشوه الاولى غادي نحتاج 300 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، خيزوه صغيره محكوكه، فلفله صغيره مقطعه طريفات صغار، بصله صغيره مقطعه طريفات صغار، درس ديال الثومه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال سكنجبير، وصوص الصوجا. بالنسبه للنوع الثاني غادي ندير فيه غير هاد لي طونش ديال الفرماج، وباش ندهن العجينه من الفوق البيضه. اول حاجه في الكاس ديال الماء دافي غادي نديرو فيه السكر والخميره، غنخلطهم مزيان ونخليهم يتفاعلوا واحد شويه. في اناء غادي نديرو الخليط ديالنا، غادي ندير عليه المايونيز، غادي نخلطهم مزيان، ودابا غادي نزيدو الدقيق تدريجيا. وهنا كنجمع الخليط، العجينة كتكون بحال هكا، كتكون مطلوقه مرخوفه بحال هكا. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر بما يضاعف الحجم ديالها. ودابا غادي نوجدوا الحشوات اللي غادي نديروا ان شاء الله في لي شوسون بها. في مقله اللي درنا فيها الزيت كتسخن غادي ندير خيزو، بصله، فلفله، ثومة والقمة. غادي نخلطهم مزيان حتى يدبلوا واحد شويه. من بعد ما دبلوا الخضره اللي هذا اللي درنا في المقله، غادي نديروا الكفته، وغادي نحركها مزيان حتى تتجانس مع الخضره. من بعد ما تشحرات الخضره والكفته بحال هكا، غادي ندير شويه ديال الصوجا، قياس ديال معلقه كبيره، غادي نخلطها مزيان، وغادي نقيل الحشوه باش نخليها تبرد. العجينه من بعد ما تضاعف الحجم ديالها، ها انتما كي كتشوفوا، غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الدقيق غير باش نجمعها. لهذا الشكل بحال هكا، وغادي نديرها على البلاصه اللي غنخدم عليها. العجينه ها هي، غادي نقسمها دابا على جوج، نخلي هذه على جنب، نزيد شويه ديال الحليب، وغادي نقسم هاد لاباط هادي على تقريبا 8 ديال الكرات صغار. ماشي.
كنسرح العجينه ديالي بحال هكا على هذا الشكل بحال هكا. هذا بالنسبه للي شوسون الاولين، وغادي ندير فيهم الطرف ديال الفرماج على هذا الشكل هكا، وغادي نقطع العجينه هنايا. حتى كتكون على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نبدا نجمع العجينه، وغادي نقرصها من هنا من الجناب باش ما يخرجش ليا الفرماج. وانا كندور نجمعها بحال هكا، كتجي على شكل هاد الصبيعات. هادو لي شوسون الاولين، غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل هاد الكرات الاولين اللي صيبت. من بعد ما كملنا لي شوسون ديال الصبيعات ديالنا اللي معمرين بالفرماج، دابا غادي ندهنهم بالبيض، وغادي ندخلهم للفران اللي سخنتو على درجه الحراره 180 درجه ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه على حسب الفران اللي عندكم، غير بما يطيبوا ويتحمروا. وباش ندوزو لي شوسون الثاني، بالنسبه للنص ديال العجينه اللي كنت خليت، سرحت واحد لابول ودرت فيها شويه ديال العماره. دابا غادي نجمعها بحال شكل ديال شوسون على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نديرهم في اللاطه، غادي يبقى بحال هكا حتى نكمل عاوتاني العجينه كلها اللي عندي. من بعد ما كملنا لي شوسون ديالنا في التعمار، كنثقبهم انا بحال هكا باش ما يتحلوش، باش يبقاو مين يتنفس العجينه. غادي ندهنهم بالبيض، وغادي ندخلهم الفران حتى هما على درجه الحراره 180 درجه كي قلنا، ما بين 15 حتى 20 دقيقه على حسب الفران اللي عندكم، وكنقدبوهم بالصحه والراحه.